صحيح. وبس انا ما عجبنيش برضو نقطه قولي اللي في بعض يعني برضو السوشيال ميديا دي بقت صعبه قوي اللي النهارده سي انا مختلف معاك يا كريم بس انت عندك رصيد مش معنى ان انا ممكن ابقى مختلف معاك اللي الدنيا النهارده ابدا بعض الناس تبدا تهاجم في واحد زي طارق يعني انا شفت يعني انا حسيت في وقت من الاوقات اللي في بعض الصفحات اللي طارق ده مثلا ما لعبش في الزمالك او اللي هو يلا بس انت فاهم قصدي فدي حاجه انا زعلتني لا ده بالذات انا بقول لك انا ضد ال بص انا بحترم جدا ولاقي الجماهير اللي هي ايه تقول لك النادي عندي اكبر من اي لاعب ده مظبوط دي على اي وانت اكيد متفق وانا متفق كلنا متفقين بس برضه في ناس ادت قدرها يعني لما تقعد على فكره انا قلت الكلام ده برضه لحسام عاشور لما كان عنده مشكله مع كريم قدر حته تاريخيه معايا حتى طارق لو هو اللي غلطان طارق واحنا موجودين في الزمالك كان جاله عرض فاكر انت كان فتره تجديد 2019 2018 جاله عرض من بيراميدز ما يترفضش انا بكلمك بصراحه وطارق خلي بالك قريب وكان بيحكي لي ممكن يكون مضى باقل اللي قال لك انا مش عايز امشي من الزمالك دي بقى الناس ممكن بتنسى الناس بتنسى يعني طارق كان جاي له عرض من بيراميدز في عز بيراميدز في الوقت اللي بيراميدز كان اعلى انا بقول لك اعلى بكتير من بمراحل بس الراجل صمم وقعد من الزمالك دي الحاجات دي بقى اللي بقول لك اللي تتشلوا اللي في وقت من الاوقات الراجل ما سابش نادي الزمالك او ما ضحاش قصه ابو جبل انا شايف ابو جبل في 6 شهور او في 5 شهور حصل معاه كل حاجه في الكوره اللي هو رقم 1 في افريقيا ومره واحده الفتره بعد الامم الافريقيه انت المفروض بيحصل لك دروب ايه يعني واحده سنة صغيرة. لا هو كده والدروب عمل كده مره واحده وانا في وجهه نظري هو اللي يتحمل القصه دي ليه اللي انت لازم الكره يعني انا قاعد مع واحد وعارف الكلام ده كويس هو عنده خبرات اكتر مني في القصه دي الكره كريم دواره او بتقلب في ثانيه اسرع احداث في الدنيا في ثانيه في ثانيه تبقى انت في السماء وفجاه بقيت في الارض في ثانيه خد امثال كتيره جدا في ثانيه صح فمن تواضع لله رفعه انت النهارده حافظ وامشي وعلى وعلى لكن الدروب اللي حصل عمل كده ومره واحده كده فين الارقام اللي كانت كده وبقت الارقام فين صح فدي دي برده ثقافه بتبقى مهمه جدا عند اللعيب اللي زي النهارده السوشيال ميديا والاهتمام والحاجات دي لازم يبقى فيه شويه بالانس عشان ما يحصلش الدروب اللي حصل